طيب دلوقتي هنستكمل كلامنا على قياس سرعات الفلو بالليزر دوبلر انيمومتر. احنا كنا اتكلمنا على انه لازم يبقى عندي مصدر للضوء كونتينيوس ليزر، وشفنا ليه لازم ليزر بالذات وامثله الليزر اللي بتستعمل. الترانسميتنج اوبتكس اتكلمنا عليها، وشفنا ازاي نحسب الدايمنشنز بتاعه الميجرمنت فوليوم. دلوقتي السيجنال خلاص اتكونت، السيت عدى من الفرنجز اللي فيها constructive و destructive interference ويبعت لي إشارة. دلوقتي أنا هستقبل الإشارة على receiving optics اللي هي مكونة من achromatic lens، وإحنا عارفين بقى خلاص يعني إيه achromatic lens. هي لينز قادرة على أن تتعامل مع أكتر من wavelengths، وspatial filter وphoto multiplier. تعالى كده نشوف دول بالتفصيل. يبقى الايكروماتيك لينز خلاص اتفقنا عليها، هتجمع ديت، هتجمع الاضاءه اللي جايه من ويف لينزز مختلفه. السبيشال فلتر ده علشان يكلين اب الاوتبوت بتاع الليزر، يشيل اي ابريشن. شفت الابريشن اللي شرحناه واحنا بنتكلم على الايكروماتيك لينز، يعني اي ابريشن، اي ايرور في السيجنال اللي جايه نتيجه ان في امبيرفكت او ديرتي او دامجد اوبتكس، او حتى بسبب الفاريشن بتاع الليزر جين ميديوم نفسه، يشيل ده كله. ثم الفوتو مالتيبلاير. الفوتو مالتيبلاير هياخد هذه الاضاءه يحولها الى كارنت، ماشي، يحولها لسيجنال كهربائيه واخده الشكل ده اللي هي بيدستال وعليها الدوبلر بيرست، حيث الفريكوانسي بتاع الدوبلر بيرست مضروبه في الفرنج سبيسنج، هو ده الفيلوسيتي العموديه على الفرنج سبيسنج. طيب لو انا عندي 1 دي خلاص، يبقى ما عنديش غير مونوكروماتيك ليزر لايت واحد بس. لكن لو انا عندي 3 دي يبقى انا عندي 3 الوان، فكل لون من دول هيتجمع باستعمال فوتو ديتكتور مختلف. كل لون من دول هيبقى له ديديكيتد فوتو ديتكتور كل واحد منهم. ده جواه فوتو مالتيبلاير بي ام تي، ده بيديتكت السكاترد لايت وبيجنريت كارنت متناسب مع الابزوربت فوتون انرجي، وبعدين بيكبر الكارنت ده بيامبليفاي، عشان كده اسمه فوتو مالتيبلاير. السيجنال دي هتتكون، دي اصلها انالوج وانا هحولها لديجيتال في مره، هبقى انزل لكم محاضره الداتا اكوزيشن، وده موضوع مهم جدا وكثير من المهندسين والفنيين والباحثين محتاجينه شده. لكن يهمني هنا ان انا لازم اظبط السامبلنج ريت جوه الداتا اكوزيشن عالي قوي علشان اكابتشر السيجنال دي بمنتهى الدقه، ما اخسرش حاجه في التردد بتاعها. طيب يبقى احنا كده بقى عندي اشاره كهربائيه ثم انالوج، يعني ثم بقى عندي اشاره ديجيتال. خلاص هتدخل بقى على السيجنال كونديشنر دلوقتي، هتدخل دلوقتي على السيجنال كونديشنر هنعمل فيها ايه. الاشاره جايه كده، الاشاره جايه البيدستال وعليها الدوبلر بيرست، هدخلها على فلتر، هدخلها على فلتر. هذا الفلتر هيشيل البيدستر، ماشي، هيشيل البيدستر. ده هيكون هاي باس فلتر، يعني لان البيدستر ترددها قليل، ادي البيدستر اهي، فالهاي باس فلتر يعني الترددات العاليه هي اللي بتعدي. فاللو باس فلتر، الهاي باس فلتر ده هيشيل تردد القليل، ثم هدخلها على هاي باس فلتر يشيل اي نويز. هيتبقى السيجنال الجميله ديت اللي انا في انتظارها، اللي التردد بتاعها هضربه في الفرنج سبيسنج يديني التردد، يديني الفيلوسيتي العموديه على الفرنج سبيسنج، هيتبقى الدوبلر بيرست ديت. وانا بعمل كده انا قدامي ايه؟ انا قدامي جزء من السيجنال فيه كوزاين، ده اللي هو الدوبلر بيرست، وجزء تاني ما فيهوش الكوزاين، ده اللي هو البيدستال، ماشي؟ دي السيجنال اللي نفسها اللي خارجه من الفوتو مالتيبلاير فيها جزئين دول، فبالتالي بيسهل فصلهم. خلاص اتفصلوا. بعد ما اتفصلوا هاخد الدوبلر بيرست ديت، هجيب التردد بتاعها باستعمال بيرست سبيكترم انالايزر، يعني حاجه تجيب الفريكوانسي تقول لي الفريكوانسي ده كام، دي جواها فريكوانسي اهو، شايف، ماشي، يعني لو انت خدت الزمن بين اي نقطتين من دول، واحد على الزمن ده هو التردد انا عايز اجيبه، بيتجاب بالفاست فوريه ترانسفورم، وممكن كمان يتجاب بحاجه
هبقى اكلمكم عنها ان شاء الله في المحاضره الرائعه بتاعه داتا اناليسيس اسمها الاوتو كورليشن. ماشي، ممكن يتجاب كده او كده. خلاص، وانس ان انا جبت الفريكوانسي هضربه في الفرنج سبيسنج، هجيب الاورثوجونال فيلوسيتي كومبوننت. لو انا عندي شعاع يعني ليزر بيم واحد هجيب واحده، لو عندي اثنين هجيب اثنين، لو عندي ثلاثه هجيب ثلاثه. كل سيد بارتكل هتديني فيلوسيتي، كل سيد بارتكل هتديني فيلوسيتي، كل سيد بارتكل هتديني فيلوسيتي. بقدر بعد كده ارسم الهيستوجرام الجميل اللي انتم شايفينه قدام كده، اقول لك والله ادي توزيع السرعات اللي عندي. يبقى اذا ادي المصدر الاضاءه الكونتينوس ليزر، ثم الترانسميتنج اوبتكس، ثم السيد عبرت الميجرمنت فوليوم، ثم الاشاره جت الى الريسيفنج اوبتكس، ثم عملت ديجيتايزيشن، خدت السيجنال، فصلت البيدستال عن الدوبلر بيرست، عملت الفلتري فصلتهم بالفلتر، عملت بعد كده امبليفيكيشن، ثم دخلت على السبيكترم انالايزر وحصلت اخيرا على الفريكوانسي. يهمني نتفق برضو على موضوع تاني مهم، انه في تو مين سيستم كونفيجريشنز مهمين لازم تبقى انت فاهم الجزئيه دي، عشان وانت بتختار او انت بتستعمله، سواء انت اللي هتشتريه او انت اللي هتستعمله، تبقى فاهم الفرق بينهم. في نوع اسمه باك سكاترد، وفي نوع تاني اسمه فورورد سكاترد. ماشي، الفكره ببساطه كلها العلاقه بين مكان الترانسميتنج اوبتكس والريسيفنج اوبتكس. انا عندي ترانسميتنج اوبتكس اهم، ده الشيفتد بيم اللي جاي من البراكسل، وده الانشيفتد بيم، وبعدين بيروحوا على الايكروماتيك لينز ويكونوا الميجرمنت فوليوم هنا، ثم الاضاءه هتتجمع. لو رجعتها بالراجع اتجمعت من نفس الجهه اللي هم بعتوا منها، دي اسمها باك سكاترينج. الميزه الوحيده في هذا السيستم ان الاثنين اتحطوا في علبه واحده، الفور الترانسميتنج اوبتكس والريسيفنج اوبتكس، الاثنين اتجمعوا في علبه واحده. هذه هي الميزه الوحيده في هذا السيستم، ملوش مميزات ثانيه، يعني الاثنين في علبه واحده، مفيش مشكله ان يحصل فايبريشن، مفيش مشكله الاينمنت. لكن انا ما كلمتكوش على السكاترنج كاركترستكس بتاعه البارتكلز، انا بس قلت لكم ان هي ماي سكاترنج، ام اي اي. الماي سكاترنج بيقول انه كميه الاضاءه اللي هترجع من السيد بارتكلز للباكورد دايركشن قليله جدا بالنسبه لكميه الاضاءه اللي هتروح في الفورورد دايركشن، يعني السيجنال اللي هتيجي هنا هتكون سيجنال ضعيفه. اذا هذا سهل الاستعمال ولكن السيجنال ضعيفه. ماشي، بجد بجد انا يعني لازم تبقى انت مستوعب الجزئيه دي، السيجنال اللي هتجي لك هنا ضعيف. على عكس الفورورد سكاترنج، هيبقى عندك الريسيفنج اوبتكس هنا والترانسميتنج اوبتكس هنا، علبتين مختلفتين، يعني ممكن تعوز تعملهم الاينمنت كتير، اي هزه صغيره غير مكانهم الدنيا باظت. لكن السيجنال قويه، لانه الماي سكاترنج بيقول انه الفورورد سكاترنج في الاتجاه الفورورد اعلى بكتير من السكاترنج انتنسي، يعني في الاتجاه الفورورد اعلى بكتير من السكاترنج انتنسي في الاتجاه الباك، فده في المكسب كبير قوي انه ماتش مور سكاترد لايت. طيب يبقى اذا فورورد وباك سكاترنج بيتكلموا على البوزيشن اوف ذا ريسيفنج ابريتشر ريليتيف تو ذا ترانسميتنج اوبتكس، يا ترى الريسيفنج اوبتكس مكانها فين بالنسبه للترانسميتنج اوبتكس. جميل، في احيان ما ينفعش فيها تستعمل غير الفورورد سكاترنج. يعني ايه؟ يعني الفلو هاي سبيد، سرعات عاليه جدا، يعني السيد بارتكلز بتيجي تقعد في الميجرمنت فوليوم فيري شورت تايم، فبالتالي بتتلقى فيري ليميتد نمبر اوف فوتونز من الليزر، بتسكتر بالتالي فيري ليميتد نمبر اوف فوتونز، فلو انت ما عرفتش تاخد دول يبقى خلاص انت ما قستش. ففي هذه الحاله الباك سكاترنج مش فكره حلوه. الحاجات الترانزيانت اللي هي الفينومينا كلها هتقعد زمن ضئيل جدا، ماشي، فبالتالي هتقعد برضو في الميجرمنت فوليوم فيري شورت بيريد اوف تايم. برضو الحاجات اللي فيري لو تيربلنس انتنسيتي، تيربلنس انتنسيتي قليله قوي، يعني اي نويز هيخفيها، فبالتالي لو انت حطيتها في الباكورد سكاترنج مش هتاخد حاجه، تيربلنت فلكتويشنز هتضيع جوه النويز اللي حاصله. ففي الحاله دي لازم تستعمل الفورورد سكاترنج. انا رايي الشخصي بعد التجارب، انا استعملت الفورورد سكاترنج في امريكا واستعملت الباكورد سكاترنج في الاي سي في القاهره. الباكورد سكاترنج سهل في الاستعمال، لكن بنعاني مشكله السيدنج بقى، لازم تدخل سيد بريت كويس قوي علشان تمرر سيد كتير جوه الفوليوم هنا، ولازم السيد يحسن انتقاؤه، لانه لو ما كانش
هيرفلكت انف لايت مفيش سيجنال، لكن الباكورد سكاترنج هيكون اسهل فيه الاستعمال، لكن الفورورد سكاترنج هيديك سيجنال اكتر. عايز برضو اتكلم معاكم في مساله السبيشال ريزولوشن والتمبورال ريزولوشن. السبيشال ريزولوشن معناها الفوليوم ده، الفوليوم بتاع الميجرمنت فوليوم ده، الميجرنج فوليوم ده انت عايزه صغير، كل ما يصغر كل ما السبيشال ريزولوشن تعلى. دي شيء اساسي في اي ادفانسد فلو دياجنوستيك تول. فاذا السبيشال ريزولوشن دي لازم تكون يعني الدايمنشنز دي تكون صغيره جدا بالمقارنه مع الاي دي سايز او الفلو سكيل اللي انت هتقيسه. الهوت واير احنا اتكلمنا عليه فعلا كونستانت تمبريتشر انيمومتر، وشفنا ان هو بيكون يعني 5 10 مايكرون في الدايمتر وممكن لغايه ملي في الطول، فده بيدي بنعتبر الابعاد الصغيره دي هاي سبيشال ريزولوشن. كل ما السايز يصغر كل ما السبيشال ريزولوشن تكبر، ده كده بالنسبه لنا حاجه كويسه ان السبيشال ريزولوشن عاليه. يعني ايه عاليه؟ يعني الفوليوم نفسه صغير. ال دي اي بنتكلم ان الدايمنشنز بيكون في حدود ال 100 مايكرون في الدايمتر و1 ملي في الطول، بينما في السي تي اي كانت مش 100 مايكرون بقى في الدايمتر، كانت 5 او 10 مايكرون. طب احسنها ازاي؟ والله انت عايز تتكلم هنا على الابعاد بتاعت دي. ادي افكرك تاني، مثلا احنا اتكلمنا عليه وشرحنا ابعاده، بس ادي الطول جيفن بالمعادله ديت، وادي عدد الفرنجز جيفن بالمعادله دي. يعني انت كل ما صغرت الويف لينث بتاع اللايت كل ما الابعاد دي صغرت، ماشي، كل ما اللينث ده صغر. بس في احيان كتير هيكون مفروض عليك الحاجه اللي انت ممكن تستعملها انك تصغر الاف، الحاجه الثانيه انك تستعمل اي اعلى من الواحد، يعني تحط ايه، تحط بيم اكسباندر، ماشي، يقوم يبعد التو بيمز عن بعض، ماشي. بس في قضيه بقى لازم نناقشها، ان انت كل ما هتصغر الميجرمنت فوليوم كل ما عدد الفرنجز جواه هيقل، كل ما عدد الفرنجز قل ده هيصعب عليا اجيب الدوبلر فريكوانسي، هيزود الانسرتينتي في حساب الدوبلر فريكوانسي. طيب هو عدد الفرنجز بيساوي ايه؟ بيساوي كده، ماشي. فبرضه الاف لما تصغر هتصغر عدد الفرنجز، الاي لما تكبر هتصغر عدد الفرنجز، ماشي. والانجل ديت ثيتا زي ما اتفقنا، ثيتا مش اللي مكتوبه دي، ثيتا، خلاص. جميل. التمبورال ريزولوشن يعني المسافه الزمنيه بين نقطه ونقطه، يا ترى لو الانبوت بيتغير جامد قوي هلحق اقيسه ولا لا؟ السي تي اي كان الاداه المثاليه لهذه الامور، وقلنا ان هو ذا ميثود اوف تشويس لو انت هتشتغل في توربلنت فلو. وبعدين السي تي اي بيطلع انالوج سيجنال يعني انفينيت تمبورال ريزولوشن. انت بقى اللي هيحدد التمبورال ريزولوشن اللي انت هتتحقق عندك على ارض الواقع هو الكارت، كارت الداتا اكوزيشن. هنا بقى في ال دي اي اللي هيحدد التمبورال ريزولوشن مش الجهاز، السيد. كل ما واحدة سيت هتعدي هتديك نقطة، كل ما واحدة سيت هتعدي هتديك نقطة. بس هو هيعدوا 3 4 مع بعض تبوظ خالص. لازم بنحب دايما الميجرمنت فوليوم ده يبقى فيه واحدة ات تايم، في أي لحظة معينة مفيش غير واحدة بس. بهذا الشكل بقدر آخد لغاية كيلو هرتز رينج أو 10 كيلو هرتز رينج. ماشي؟ وده كافي لفلوس كثيرة. يبقى اذا التمبورال ريزولوشن ليميتد بالكونسنتريشن بتاع السيد مش بالجهاز نفسه. بس خد بالك من الراندوم ارايفل. يعني ايه الراندوم ارايفل؟ يعني انا مش هاخد نقط على ازمنه متساويه. انا دلوقتي خدت نقطه اهو، ثم بعد شويه لما سيد ثانيه هتعدي هاخد نقطه، ثم بعد شويه هاخد نقطه كمان، وهكذا. نقطه برضو عايزين نتكلم فيها، عدد السيد اللي بيعدي في الفوليوم. الاصل في الامور ان تعدي واحده بس. يحصل ايه لو عدت اكتر من واحده؟ لان ده مش في ايدي. لو عدت اكتر من واحده هيجي لي مالتي بارتكل سيجنال، ماشي، مالتي بارتكل سيجنال، يعني هاخد السم بتاع البرست من كذا سيجنال على بعض كده. ده هيعمل ايه؟ هيجي لي ويتد افريج من البارتكلز دول. المساله دي هتخلق مشكله فيري ديفيكلت تو ريموف. يعني ببساطه هتظهر السيجنال عندك بالشكل ده، البرست المثاليه اهي، لما تيجي تعمل لها الفريكوانسي يطلع لك فريكوانسي واحد وواضح وقوي اهو. لكن لما يبقى عندك بقى كذا سيد، بص، يطلع لك واحد هنا وواحد تاني هنا، دي كده مشكله، ماشي، دي كده مشكله. مش بنحبذ هذا الوضع، مش وضع حلو. تحله ازاي؟ لو حصل معاك تنقص الكونسنتريشن بتاع الشيء.
خلاص، وبرضه مسألة الراندوم ارايفل اللي اتكلمنا عليها. طيب الفيلوسيتي بايس، اثناء ما انت بتقيس مناطق السرعه فيها عاليه هيدخل لك سيت كتير، كل حبايه سيت هتدي نقطه. اثناء ما انت بتقيس فيلوسيتي قليله هيدخل لك سيت قليل، كل حبايه سيت هتدي نقطه. في الاخر لو جبت الارثمتيك افريج، ده جزء من الداتا اناليسيس، عشان كده بقول لك انا باذن الله هديك محاضره رائعه عن الداتا اناليسيس. لما تعمل كده لو انت مش واعي اللي بيحصل، الارثمتيك افريج هيديك فيلوسيتي مين فيلوسيتي اعلى من الحقيقي، لان المين مثلا افترض انك قست دقيقه ماشي، كان المين فيلوسيتي فيها مثلا شغال بس لمده 10% من الوقت، لكن ال 10% من الوقت دول ممكن يكونوا ادوك 90% من السي، فعندك 90 نقطه قرايتهم عاليه و10 نقط قرايتهم قليله، بس ال 90 نقطه حصلوا في 10% من الوقت بس، فده هيخلي ان في بايس في اتجاه السرعه الاعلى. الكاركترستكس العامه بتاعه ال دي اي هو ابسولوت ميجرمنت، مش محتاج معايره، نون انتروسيف، لينير عكس الهوت واير كان فورث اوردر. يعني ايه لينير؟ يعني هو الفريكوانسي بيتضرب في رقم ثابت اللي هو الديستانس بين الفرنجز، مش عايز بري كاليبريشن، بيشتغل في رينج واسع قوي من فيلوسيتيز قليله جدا لسوبرسونيك، ممكن تقيس لغايه الثلاثه فيلوسيتي كومبوننتس كلهم، بس محتاج طبعا تريسر بارتكلز اللي هي السيد اللي قلنا عليها زي دخان السجاير دي. بس السيدنج هنا اسهل من البي اي بي، بس خد بالك السيد ما يبقاش عالي قوي، يدخل كذا حبايه سيد في نفس اللحظه جوه الميجرمنت فوليوم، وما يبقاش قليل قوي لدرجه انه ما تاخدش داتا ريت عالي. النويز هتجيلي منين؟ النويز هتجيلي منين؟ اي فوتو ديتكشن نويز، ما انت دلوقتي بتتعامل مع ضوء وبتحوله لسيجنال كهربائي. اي سكندري الكترونيك نويز، البري امبليفاير فيه ثيرمال نويز، اوبتيكال نويز ماشي، اوبتيكال نويز، ما انت عندك اضاءه. في مره كده بعمل لكم محاضره على خصائص الضوء ماشي، من ضمن خصائص الضوء الديفراكشن في حاجه اسمها اوبتيكال نويز. اي لايت جاي من بره الميجرمنت فوليوم، نور الاوضه اللي انت قاعد فيها، لو عندك سكراتشد ويندو، يعني ما انت عامل فتحه زجاجيه شعاع الليزر يعدي منها، لو دي مجروحه، لو عندك مالتيبل بارتكلز زي ما اتكلمنا من شويه، اي unwanted reflections، اي انعكاسات غير مرغوب فيها. طيب بتعامل مع الموضوع ده اني بسلكت الليزر باور والسيدنج والاوبتيكال بارامترز عشان اماكسمايز السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي ماشي. برضو في حركه كده هقول لك عليها تتعامل معاها وانت بتظبط، في حاجه اسمها الباندويت. يعني ايه الباندويت؟ يعني انت لازم يبقى عندك تخيل ايه اقل سرعه انت عايز تقيسها وايه اعلى سرعه، بناء عليه دول محددين الرينج بتاع الفريكوانسيز اللي انت متوقعه. والله لو انت عارف ان انت عايز الفريكوانسي من اكس لواي، اظبط الجهاز على كده، يقوم النويز اللي هتيجي من اقل من اكس او من اعلى من واي ما تدخلش. فريديوس ذا نويز باي سيلكتنج اونلي ذا مينيمم باندويث نيدد فور ميجرينج ذا ديزايرد فيلوسيتي رينج. انت عارف اقل سرعه واعلى سرعه، طب لو انت مش عارف افضل قيس لما تعرف، وبعد ما تعرف اظبطهم، تقوم النويز اللي جايه من بره الرينج ده ما تدخلش. طيب السبيشال ريزولوشن بتاعته كويسه، لانه الفوليوم الميجرمنت فوليوم ده ممكن يبقى اس سمول اس 10 اس ناقص 6 كيوبيك سنتيمتر، زي ما احنا قلنا هو في حدود 100 مايكرون في ملي. هاي فريكوانسي ريسبونس، بس الفريكوانسي ريسبونس معتمد على السيدنج كونسنتريشن. ان سنسيتيف تو تمبريتشر، عكس الهوت واير خلاص، عكس الكونستنت تمبريتشر انيمومتر تحديدا، فبالتالي ممكن يشتغل في الكولد فلو وكمان في الهوت فلو، وبيقيس الفلو ريفرسال باستعمال البراكسل، بينما الهوت واير ما كانش بيقيس الفلو ريفرس. الصوره دي احنا جايبينها من دانتك، بتوريك ادي والله الثلاثه الليزر بيمز جايه هنا بتتقاطع وبتقيس السرعه، تقيسها في لامينر فلو، في تربلنت فلو، في سوبرسونيكس، في عربيات، في تربينات، في غواصات، في ليكويد فلو، في هوت انفايرمنتس، تقيس بيها حاجات جميله دي. ممكن نقيس الباوندر لاير سيبريشن في الويند تانلز، ممكن نقيس تربلنت ميكسنج، ممكن نعمل الباوندري لاير ويك انتراكشنز، ممكن نقيس الفلو ستراكشرز والهيت ترانسفير والانستابيليتيز اللي في الهيت اكسنجرز. انا هنا مش هقيس الهيت ترانسفير كيو دوت، انا هقيس الفيلوسيتيز، وهدخل دي بقى اثناء ما انا بتعامل مع الهيت اكسنجرز. ممكن اعمل ستاديز على كونفكشن والفورس كولينج في النيوكلير رياكتور مودلز، ممكن حوالين الغواصات وحوالين السفن وحاجات كتير.
الصورة دي برضو من دانتك، عايزين بس نشوف منها طبيعة السيجنال شكلها ايه. السي تي اي اهو مديني سيجنال انالوج، ماشي. ال دي اي لا طبعا مديني نقط، بس خد بالك بقى المسافة الزمنية بالنقطة والتانية مش متساوية، ده اللي قلناه بالراندوم ارايفل. شايف المسافة الزمنية بالنقطة والتانية مش متساوية، خلاص، بسبب الراندوم ارايفل. ال دي اي هو ذا جريتست ابسولوت اكيوريسي لانه مش محتاج كاليبريشن. الجدول ده من دانتك وبيوري مقارنه جميله بين السي تي اي والال دي اي والبي اي في. احنا لسه ما عملناش البي اي في، لكن السي تي اي نون لينير، الال دي اي لينير. السبيشال ريزولوشن اتكلمنا عنها 5 مايكرون في ملي في السي تي اي، هنا 100 مايكرون في ملي. الفريكوانسي ديستورشن في الحقيقه سي تي اي الواير مغروس وجوه الفلو، فالفريكوانسي ريسبونس بتاعه فوق الممتاز، بالاضافه انه السيرفو امبليفاير بيعليه كمان. هنا انت بتاخد الفريكوانسي ديستورشن، هنا ممكن يحصل لو التريسر بارتكلز لو السيد ديد نوت فولو ذا فلو، بس لو انت حطيت سيد كويس المشكله دي مش هتحصل قوي. الدايناميك رينج يعني ايه دايناميك رينج؟ دايناميك رينج يعني الفرق بين اعلى فيلوسيتي واقل فيلوسيتي، بين اعلى فيلوسيتي واقل فيلوسيتي. يعني انت ممكن تظبط الجهاز تقيس السرعات القليله، تيجي بقى تقيس السرعات العاليه ما تعرفش، او تظبطه تقيس العاليه تيجي تقيس القليله ما تعرفش. فالفرق بين اعلى فيلوسيتي واقل فيلوسيتي في السي تي اي دي مش مشكلة، وكنا بنحلها من خلال انه الداتا اكوزيشن يبقى مثلا 16 بت او 12 بت، تحويل الفولت الارقام، تحويل الانالوج سيجنال لديجيتال سيجنال في سي تي. هنا احنا بنديجيتايز الدوبلر فريكوانسي ديت في الباند ويدث اللي انت بتختاره ب 16 بت، تقوم تجيبه بدقة عالية. لما جبته بدقة عالية القليل اتقرى والعالي اتقرى. هل السي تي اي بيعمل انترفيرنس مع الفيزيكال بروسيس؟ اه، لانه انتروسيف، ده ما بيعملش. هل في السي تي اي تاثيرات لاذر فاريبلز؟ اه، مثلا لو التمبريتشر بتتغير كان مشكله، هنا مفيش المشكله دي. المميزات والعيوب، يبقى انا عندي نون انتروسيف تكنيك، عندي جود سبيشال وتمبورال ريزولوشن، عندي دايركشنال سنسيتيفيتي من خلال البراكسل، عندي سنجل كاليبريشن فاكتور ولكنه غالي شويه، راندوم ارايفل، كومبليكيتد الجوريزم بروسيسنج، على الاخص لو دخل اكتر من سيد بارتكل جوه الميجرمنت فوليوم، وفيلوسيتي بايس تجاه السرعات العاليه. تعالوا ناخد سؤال كده سريع. لو انت عايز تحقق اعلى سبيشال ريزولوشن تختار سي تي اي ولا ال دي؟ هختار في الحاله دي السي تي اي. لو انت عايز اعلى تمبورال ريزولوشن برضو هختار السي تي اي. لو التربلنس انتنسيتي تتخطى ال 30% دي ممكن تقطع الواير، فاختار ال دي. لو الفلو بيعكس اتجاهه يبقى سي تي اي ما ينفعش، اختار ال دي. لو الفلو 3 دي، لو الفلو 3 دي تعمل ايه؟ لو انت عايز نقطه واحده خليك في سي تي اي وهات له تريبل سنسور، لانه في لو عملت ال دي اي لازم تشتري اجهزه غاليه، يعني تخلق ثلاث ازواج من الليزر بيمز هتبقى غاليه قوي. لو الكوست ديتيرمين فاكتور لا يبقى السي تي اي في الحقيقه ارخص. لو الكاليبريشن لازم تبقى افويدد، برضه السي تي اي مش حلو هنا، ماشي. لو الكاليبريشن لازم تتجنبها يبقى السي تي اي مش هينفع. لو لازم تقيس كذا ميجرمنت بوينت في نفس اللحظه، ماشي، لو لازم تقيس كذا ميجرمنت بوينت في نفس اللحظه، هسيبكم تفكروا في دي وتكتبوا لي الاجابه في التعليقات. بحب اشكر الاستاذ الدكتور ثروت وزير ابو عمرو، ده منسق هذه الماده العظيمه في كليه الهندسه في جامعه القاهره ومدير معمل القياسات والمعايير، شخص متعاون جدا ربنا يكرمه. بحب اشكر استاذي الاستاذ الدكتور اسامه محمد فريد البحار، مشرفي في الماجستير وتعلمت منه كتير جدا، وبعد ما خلصت دكتوراه من امريكا يعني ورجعت كان بيني وبينه ديسكشنز كثيره جدا لا تعد ولا تحصى، وتعلمت منه كتير جدا. وبامانه شديده جدا لما بلاقي مشكله وبقف فيها بكلمه يعني احيانا على التليفون وباخد اجابه شبه فوريه ما شاء الله. هذا الشخص له فضل عظيم عليا بعد الله سبحانه وتعالى، شخص ممتاز جدا جدا، مشرفي في الدكتوراه، دكتور باتريك تان، باتريك دان من جامعه نوتردام، يونيفرسيتي اوف نوتردام، دان دي يو ان ان. بحبه جدا جدا جدا، ويعني قضيت معاه سنوات تعتبر من اجود سنوات العمر. مؤلف كتاب ميجرمنت اند داتا اناليسيس فور انجينيرنج اند ساينس، اهداني منه النسخه الاولى والثانيه، ومؤلف كتاب فاندمنتال اوف سنسورز فور انجينيرنج
انسايت الدكتور باتريك اف دان، استاذ في جامعه نوتر دام يونيفرسال نوتر دام. بحب اشكر دانتك داينامكس على بعض الصور والجداول اللي استعنت بيها من موقعهم ومن البيبرز بتاعتهم. يبقى دي الصوره الكبيره، الليزر بيخرج ترانسميتنج اوبتكس سيد بارتكلز بتعدي في الميجرمنت فوليوم ريسيفنج اوبتكس سيجنال كونديشنر سيجنال بروسيسنج. ادي سي. يهمني جدا تسالوني في التعليقات، وانا سبت لكم سؤال لازم تجاوبوا عليه في التعليقات، والانترستد يبعت لي ايميل وهبعت له البرزنتيشن نفسها. والانترستد معايا كميه من الداتا برضه من المعلومات من البيبرز الجميله جدا في ال جي اي، الانترستد يبعت لي هبعتها له على ايميل. معكم الدكتور عبد الماجد من كليه الهندسه جامعه القاهره، يحييكم ونلتقي على خير في مواضيع اخرى شيقه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.